صديقي مشاهد القناة الثانية، كل سنة وحضرتك بألف صحة وسلامة ورمضان كريم علينا جميعا. النهاردة في مصر 2030 بنتكلم على صناعة بدأت منذ القدم، منذ قدماء المصريين، صناعة بناء السفن والمراكب من أجل الصيد أو السفر وما شابه ذلك. هل تلك الصناعة ليها مستقبل في مصر؟ هل القائمين على تلك الصناعة عندهم أي مشاكل ممكن تحل من أجل أن تصبح مصر من أهم الدول المنتجة للمراكب ولا لا؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة صديقي المشاهد. كل سنة وانتم طيبين. مسطحات مائية كثيرة ومتنوعة ما بين بحر وبحيرة ونهر جعلت من أهم وأقدم حرفة لأهل دمياط هي حرفة الصيد. المواطن الدمياطي في جيناته الوراثية العمل والنشاط والإتقان. صناعة مراكب الصيد العادية التي استطاع أن يحولها مع مرور السنوات والحرص على مواكبة التطور لأفضل ترسانة لصناعة المراكب والسفن واليخوت السياحية أيضا، ليتركز في محافظة دمياط وبالأخص في عزبة البرج أكثر من 60% من أسطول الصيد. صديقي مشاهد القناة الثانية، كل سنة وحضرتك بألف صحة. اتعلمنا الشغلانة أبا عن جد، بنعلمها لأولادنا. بالنسبة لأبناء عزبة البرج هي شريان الحياة لهم، ولكن الشغلة عايزة دعم شوية من السادة المسؤولين إن ممكن يدعمونا ويعملوا أمن غذائي إن السمك يوصل للمستهلك بثمن قليل. مساء الفل وكل سنة وحضرتك بألف صحة وسلامة يا حاج صلاح. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومصر كلها خير أمن وسلام، ورمضان كريم علينا جميعا. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم يا رب. إن شاء الله يا رب في حياتك يا رب. احكي لي بقى، اتفضل، حكايتك هنا ابتدت ازاي؟ حكايتي أنا الشغلانة دي أساسا أنا بحبها، والشغلانة دي ورثها من الوالد. أيوه. والوالد ورثها من الجد الأب، او اللي هو سمى الجد، يعني ابا عن جد. ابا عن جد، وشغله حلوه وشغله جميله، لكن احنا حاولنا نطورها مع السنين ومع الوقت. ازاي يعني؟ هي صناعه المراكب في دمياط بالذات ابتدت ازاي؟ ابتدت بمراكب صغيره كده ولا ابتديتوا على طول بالحاجات الكبيره اللي احنا لا 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 لا. قول لي، احكي لي بقى، احكي لي. الله يكرمك. دمياط هي بلد بحكم موقعها على النيل وعلى المتوسط وعلى البحر وعلى بحيره اللي راحت في المنزله، فكل الناس اللي فيها عايشين على الصيد. صحيح. فبداوا اول بقى يرموا الشباك، لو هنقول على التاريخ يعني. لا لا احكي. هنقول على التاريخ ان هم بداوا يشتغلوا من على البر، من على الشط. تمام. اصطادوا بصناره، بشباك، بكامي. تمام. يعني حاجات كده بدائيه، ده احنا بنقول التاريخ ده في الاول خالص، من 1800 مثلا. ما شاء الله. تمام تمام. ده اللي حكاه لنا اجدادنا. فبدات الشغله تكبر شويه، فبداوا يعملوا فلايك صغيره، فلوكه قارب، حاجه اسمها قارب، فلوكه صغيره بين المجاديف. تمام. وبدات المجاديف، بعد المجاديف عشان يطوروا شويه عملوا الشراع. وبداوا يطلعوا بره، كانوا بيصطادوا في ايه؟ على الشط. تمام. بداوا يطلعوا بره في البحر، بس في حاجه اسمها من الغروب للشروق، يعني يطلع من الصبح من 6 الصبح يرجع المغرب. المغرب قبل ما الشمس تنزل. تمام. قبل الغروب. تمام. تمام. بدات الدنيا تمشي، فبداوا يجيبوا محرك صغير يحطوه في نفس الفلوكه اللي هي كانت بالشراع. طب معلش يا حاج صلاح، اتفضل هقطعك في الحته دي. المحرك الصغير اللي كان بيجي زمان ده كنا بنجيبه استيراد طبعا. كله استيراد. لغايه دلوقتي بنستورد المحرك؟ لغايه دلوقتي. كمل لي معلش، انا اسف. اتفضل. فبدأوا بقى يعني يطلعوا بالمراكب الصغيره دي، الفلايك الصغيره، وبدأوا كل واحد يكبر. فكل ما يكبر كل ما بيطلع بره، كل ما بيجيب رزق اكتر طبعا، يقدر يغوط يعني في الميه براحته بره، في العمق، في الاعماق كده.
بدأت العملية تمشي وتتصلح ويبدأوا يكبروا مع مدار السنين. تمام. لغاية ما وصلوا لحاليا مراكب كبيرة. وساعدهم لو احنا خشينا في نقطة هنخشها كده على السريع. قولي 67 لما حرب الاستنزاف حصل. فكانوا مراكب الصيد وقفوها ما عادوش تطلع تصطاد حرصا على ارواحهم وحرصا صحيح على امانتهم. صحيح. فالناس بدأت تهاجر خصوصا عزبة البرد وسافر اليونان. سهلة من هنا. بدأوا كان سهلة زمان دلوقتي صعبة. لكن الأول لا بيسافروا ايه طيارة يروحوا يشتغلوا هناك مش يسافروا من يعني الصناعية بتوعنا اللي كانوا الناس البحارة لما وقفوا المراكب دوروا على رزق تاني فلقوه فين في اليونان. فده حد راح بعد خد ابنه بعد خد ابن عمه وخد ابن خالته. الناس دي خصوصا دمياط ناس نصحين وناس يعني جدعان جدا في احسن ناس احسن في البحر. ناس الله يبارك فيك. لا ده حقيقه. فبدات الناس تسافر اليونان وبدا اصحاب الورش منهم ناس سافرت اليونان اصحاب الورش اللي بتبني المراكب. تمام. بداوا ياخدوا ده كان ايه في الستينات اواخر الستينات كده في اواخر الستينات. تمام. بعد حرب 67 مباشره. تمام كانوا وقفهم وكانت مجموعه مراكب بس بتطلع اسمها استطلاع مجهود حربي يطلعوا 3-4 مراكب صيد يطلعوا بس كده ايه يبصوا بصه ويرجعوا يطلعوا يشوفوا استطلاع بس انما مالوش علاقه بالصيد بقى في الوقت ده. اوكي لا. تمام. فالناس بدات تسافر اليونان عشان تروح تشتغل هناك. خدوا خبره من اليونانيين والابارصه. حلو. بداوا ويجابوا فلوس كويس مع على مدار السنين. بدات الحرب 73 وعدينا وعبرنا والدنيا اتغيرت. تمام. هو كان بيسافر الدنيا كانت ضعيفة عشان اقول لك عزبة البرج احنا بنتكلم على عزبة البرج وهي محافظة دمياط. تمام. ودي بلد من عزبة البرج. تمام. ومعيشتهم صيادين زي ما قلنا بحر نيل بحيرة. فبدأ اول تفكير يفكر فيه ان هو يبني له بيت كويس. كويس. بعد ما يبني له بيت كويس بدأ يعملوا 2-3 يخشوا في مركب شراب. معقول كده معيسه بقى معقول شوية يعني. وعملوا مراكب كبيرة. كويس. بدأت الدنيا تتصلح معهم. حلو. وكل واحد يا إما بقى بيبقى فيه حاجتين يا إما تستمر الشركة مع بعض الثلاثة مع بعض أو الاثنين مع بعض كشركة يا إما بيبدأوا يطمعوا على بعض في ناس ويبدأ يخلص ده وده يخلص ده وكده. تمام. المهم كان مشت الحكاية وفضل بعد كده إيه بدأوا إيه يكبرهم وينقلهم طريقة الصيد مش هقول التكنولوجيا ولا حاجة طريقة الصيد اللي في اليونان هنا نقلوها بقى. اوكي. كبروها ما كانش فيها تكنولوجيا قوي يعني هي كان بس تكنيك مختلف نقول ما قلناش تكنولوجيا يعني تكنيك مختلف حديث بدأوا وخدوا الخبرة دي والناس اللي هو لازم نعترف ان الناس الايطاليين واليونانيين ناس نصحين في الجر لحرفة الصيد اللي هم بيشتغلوا فيها ده ناس نصحين. تمام. وناس بيشتغلوا بدماغ وبأجهزة كمان. تمام. وبدأوا ينقلوا الأجهزة كمان يجيبوها هم جايين وبدأوا يكبرهم وبدأوا بقوا أكبر أسطول في جمهورية مصر العربية. تنطلع من هنا. من هنا من عزبة اللي هو 65% من مجموع أسطول جمهورية مصر العربية في الصيد. تمام. و60% من أسطول البحر الأبيض المتوسط. 60% يعني أكتر من اسكندرية قبرص مالطا تركيا كل محيط البحر الأبيض لما حد جبل طارق اللي عنده 100 مركب 150 مركب 50 مركب لكن أسطولنا هنا عنده 3000 حوالي 3750. ليه حاج عشان احنا بنصنع المراكب هنا ولا ليه؟ لا احنا البلد اللي احنا فيها دي عايشين على البحر. اقتصادهم البحر. عيشتهم البحر. يعني اللي عاوز يتجوز ابنه استنى في الصيف عشان الصيف جو لطيف وما فيش فيه عطلات فنسرح على طول. الشتاء لا. يعني زي مثلا نقول اللي هو عنده ارضه وبزرعها وبيستنى المحصول. نفس الحكايه بس على البحر بقى. على البحر. فهنا يعني بدا بتكتر لان مثلا هو راجل خلف 3-4 شباب. فالشباب دي كبرت كل واحد بيقول لك انا هعمل مركب او انا هشارك واحد واعمل مركب. فكترت بقول لحضرتك يعني احنا 65% من اسطول جمهوريه مصر العربيه في دمياط
وناس ناصحه جدا جدا. ده انا هقول لك على حاجه. قول لي يا حاج. قول لي. يعني مثلا بدا المراكب تكبر هنا فبداوا يغزوا السويس، ومن السويس بالسويس مع احترام للناس بتوع السويس، ناس محترمه وكل جدا حاجة. احسن ناس بداوا يقابلوهم ويحتضنوهم، وبداوا مراكب من دمياط تسافر السويس تشتغل في السويس هناك. وبدات تسافر بقى، مش اكتفت ب الاقليم المصري بتاع السويس، لا ده طلعت راحت بقى ايه، اول راح السودان، بعد السودان اريتريا، بعد اريتريا الصومال، ما شاء الله جيبوتي، وصلوا لليمن. بدا الاسطول يكبر، والوقت اكبر اسطول في السويس اللي بيحركوه واصحابه من دمياط من هنا مراكب عتاوله، وبداوا يوصلوا لمراحل كان محترم. لو احنا رجعنا للتاريخ في الاول كان بيطلع من الغروب للشروق، قلنا كده بالظبط، صح صح حاجه قلت من الغروب مش شروق للغروب، دلوقتي شغال بقى دلوقتي بيطلع بعد 40 45 يوم في البحر على طول. طب معلش اسالك سؤال، اتفضل. ما هو انتوا اصلا يعني الشغلانه والموقع اللي احنا فيه ده كله بنى المراكب نفسها. بنى المراكب هل بنى المراكب ده مكلف، وهل مفيد ماديا بعد كده؟ طبعا ممكن يتطور اكتر من كده. طبعا احنا انت عارف احنا برنامجنا اسمه مصر 2030 فاحنا بنتكلم على رؤيه مصر لغايه 2030. هل حضرتك شايف ان الموقع اللي احنا واقفين فيه ده هيكبر اكتر من كده وهيوصل لمراحل احسن من كده في المستقبل؟ هو اقول لحضرتك، قول الله يكرمك. احنا هنا 12 ترسانه او 12 مكان لصناعه الصوف. تمام. ال 12 مكان ده في منه بيعمل صيد، وفي منه بيعمل يخوت لمصر ولبره مصر. تمام. وبيصدر. تمام. وشغلنا بره مصر اخد سمعه طيبه جدا جدا. الحمد جدا. لله. والله انا عن نفسي كنت اخد شغل للسودان مت فلوكه يتعملوا السودان. تمام. وثلاث يخوت حلوين، فكان عندي شغل جامد يعني. ده تقيل ده. هي الفلوكه تاخد كام في وقت يعني؟ الفلوكه من اولها لاخرها كده 10 ايام. الفلوكه هتبقى الفلوكه يعني حاجه صغيره، حاجه صغيره من عارف اللي بنشوفها في النيل اللي هم بيصطادوها اللي بيركبوها في النيل بتاع السياحه دي. اللي هو كان تاخد لها 10 ايام تصنيع، 15 يوم 10 ايام بس كده. طب يعني احنا عندنا خبره قويه جدا جدا ما شاء الله. ده كويس. ما شاء الله. طب المواد الخام بتجيبوها منين يعني؟ هو في حاجات حديد وفي حاجات خشب. أيوة. يعني انا شايف ده خشب وده حديد، كله تقدر تقول 60% 70% حاجات مصريه يعني من محل خامات مصريه. كويس قوي، كويس قوي. لو قلنا الخشب اولا الضلوع اللي هي الاساس اللي هي ما بتتبنى عليها المركب او اليخت او اي كان اي عائمه عايمه ده من الشجر اللي هو التوت والكافور والصمت اللي ده موجود عندنا اللي مزروع على الترعه وانت ماشي هنا حتى في دمياط حتى موجود. وعلى فكره يعني انا كان عندي واحد يوناني ساعه ما شاف الخشب الكافور اللي هو ماشي وانت بتشوفه كلنا بنشوفه على الترعه دي عنده حاجه كبيره قوي ليه اسم تاني بيقول عليه كليبس او سيرول يعني حاجه فظيعه عندهم ويقول انا عاوز من ده. فاحنا بنشتغل من الخشب التوت والخشب كافور. يعني انت لما سعر الدولار اختلف هل اثرت معاك في شغلك؟ طبعا اثرت. ليه؟ لان انت عندك 40% تستوردهم اللي هو الخشب السويد او الخشب التجليد او التنصر او الابلكاش او كل ده مستورد او الحديد او يعني الحديد انا كنت بجيبه يعني بسبعة جنيه كيلو او يعني يعتبر الوقت بقى ب 12 ده بعد تغيير سعر الصرف. بعد سعر الصرف ففرقت معاك في السعر؟ لا سعر الصرف. طب مبيعاتك كل حاجه مبيعاتك اتاثرت بعد تغيير سعر الصرف؟ هي يعني ممكن تقول شويه يعني. بس مش كتير. مش كتير. لا كويس. وهل احنا ممكن نوصل، احنا بنتكلم على مصر 2030 تمام، هل احنا ممكن نوصل ان احنا نبقى من اكبر مصدري المراكب في العالم ولا صعب علينا ده الموضوع؟ لا 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 مش صعب. من خلال ال 10 15 سنه جايه الناس الشعب المصري والناس المصري والصنايع المصري والراجل المصري عنده استعداد يعمل المستحيل.
حلو. يعني يعمل اللي محدش يعرف يعمله في العالم. تمام. المسرح يعني. حلو قوي. ولو رجعنا للتاريخ رجعنا حاليا في الوقت لو طلعنا بره مصر وشفنا العلماء هتلاقيهم كلهم اغلبيتهم مصريين. صحيح. لا المصريين عقلهم حلو جدا وناس طب صناعيه بقى ما هو دي حاجه تانية. ممتازين. بس ما هو ده زائد حاجه كمان عندهم قوه تحمل اه ما يشوفهاش حد في الدنيا يعني. طب بس معلش ما يعني هو. انا عن واحد من الناس اتفضل بحكم شغلي هاي. سافرت ليبيا سافرت السودان سافرت دول عربيه سافرت تونس سافرت ناس كتير قوي او دول زي دي بروح بتعقد وارجع تاني يعني. تمام تمام. بحس ان المصري عنده قوه تحمل. سافرت اليونان سافرت قبرص كل البلاد دي شفتها. المصري عنده قوه تحمل في العمل ومخصوصا لما يكون يعني مخلص ليه ما شاء الله عليه. طيب ما عندناش يعني ما عندناش مشكله في العمل. طب هل في جيل جديد بقى طالع ولا خلاص قفلت على الجيل القديم؟ عشان احنا لو بنتكلم على مصر 20-30 محتاجين لسه اطفال صغيره وشباب يبتدي يشتغل ويتدرب ويشتغل. لان انا شغل صناعه السفن دي شغل ممتازه. ليه؟ لان هي مربحه. اوكي تمام. دي بقى ممتازه على طول. زائد ان هي مطلوبه مش مطلوبه في مصر بس مطلوبه في العالم كله. مطلوبه في العالم كله يعني 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 تقدر تقول ان هي شغلانه مميزه قليله جدا في اي مكان سواء في مصر او خارج مصر ممكن تلاقيها مطلوبه. مطلوبه مطلوبه. واحنا لينا سمعه دوليه في موضوع صناعه السفن ولا لسه على البر؟ احنا لينا سمعه في الحجم اللي هو ايه صغير. اوكي. لكن الشاحنات لسه مصر لسه معانا. لكن احنا عندنا استعداد نعمل الناقلات والشاحنات الكبيره لكن حد يدعمنا. اسالك سؤال اخير. اتفضل. انت بتسوق لروحك شغلك. اه. انت راجل قديم شغال في السوق بقالك كتير. انما هل في منظومه تسويق لصنعه بناء المراكب في مصر ولا كل واحد شغال مع نفسه؟ لا كل واحد شغال مع نفسه. طب ما ده غلط. لا مش كده ولا ايه؟ لا هو كل واحد شغال مع نفسه واكبر غلط. التسويق ده زي ما بنقول يعني هو بقى مجدعه من صاحب الليل العمل. ان هو يا اما يخش على موقع يا اما يخش على السوشيال ميديا يا اما يعمل لنفسه موقع يا اما يعني بطريقه اخرى او تكون يسوق لروح. يعني انما ما فيش منظومه لسه موجوده متكامله للتسويق. هل دي حاجه محتاجينها بالنسبه لك؟ محتاجينها. ساعد. طبعا. في ناس كتير قوي ما يعرفوش ان المكان اللي احنا فيه ده معمول في الحاجه دي اصلا ويفاجئوا لما يجوا هنا ويشوفوا ده الحاجه دي موجوده عندنا هنا ما بيصدقوش. يا سبحان الله. ومصريين مش هقول اجانب يعني فلسه يعني لسه محتاجين دعايه اكتر. محتاجين انت في صراع. انت دلوقتي في صراع يعني في صراع عشان تثبت وجودك. شوف عمر اهو يعني انا خلاص. لا ربنا يديك ربنا يديك صحه حاجة. ربنا يديك صحه. المهم ان هو لا من ورثتها الاولاد ان شاء الله اولادها هيورثوها لاولادهم باذن الله لان الشغله دي يعني هتفضل معانا على طول لان يعني شغله اسمها حتى فيها يعني اسمي صلاح السمبوسكاني والسمبوسكاني ده طالع من السمبوك اللي هو في دول الخليج كلها عندهم حاجه اسمها السمبوك اللي هو ايه اللي هو مركب بتاعهم اللي هناك زي المراكب بتوعنا الصغيره الطويله دي لا ده كبير اللي هو الطويل ده الطويل ده اللي جوزه علي جوزه علي ده هو ده السمبوك وده كان لنقل البضائع زمان واصطادوا منه ويجيبوا منه اللي هو اصطادوا منه وده كان بيتعمل عندنا البرجان. كان بيتعمل عندنا زمان ده جدي كان بيعمله للسعوديه وجدي كان بيعمله لان ده تاريخ. جدي كان بيعمل حاجه برضو تانية اسم غريب اسمه جرم يعني ده كان بيعمله لغزه واليافا وحيفا لا البواخر كانت تيجي في غزه ما فيش او في حيفا ويافا فلسطين فكان البواخر ما تقدرش تخش ما لهمش مينا زمان فكانوا يقفوا بره على قد الغاطس والمراكب دي الصغيره بقى تروح وتنقل وتيجي فسمينها جرم. جرم يعني الزنبيل بمعنى اصح. صغنن كده مركب صغير فلاقيهم الصغنن هو حوالي 15 متر 20 متر مش صغير خالص كبير. لا كانوا بيعملوه كبير لان كان بيحمل بضاعه اللي هي في البخيره تنزل منه وتنزل ويعملوه ميته يعني يمشي في ميه قليله ويجي البر. فده تاريخ. ده تاريخ حلو يا فندم. ده تاريخ. هل حضرتك شايف انه مستقبل صناعه السفن في مصر
ممكن يكبر عن كده في 10 15 سنه طبعاً. عندنا العمالة وعندنا عندنا كل حاجة عندنا كل حاجة مش محتاجين حاجة لا 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 محتاجين مشاكل اللي احنا بنقول المادة المواد الخام روح على على على, على وانت مسافر تلقي في الاراضي الزراعية الخشب الكافور ده بالهبل قطع وارمي وجيبه وده ينفع ينفع معاك المصانع شغالة ما عندناش اي ما عندكش مشكلة أي حاجة يعني ممكن يعني كمان 10 سنين 15 سنة لو في خطة موضوعة مظبوطة صناعة السفن في مصر تبقى من اهم الصناعات اللي موجودة ونقدر نصدر بمبالغ محترمه 15 سنه ولا سنه واحده بس سنه واحده احنا انت دلوقتي لو طلب مني اي مقاس انا اعمله مهندس محمد كل سنة وانت طيب بمناسبة شهر رمضان الكريم وحضرتك بالصحة والسلامة ورمضان كريم على الأمة الإسلامية جميعا وشرف يا رب إن شاء الله الله يكرم طيب احنا النهاردة في محافظة دمياط بنتكلم في برنامجنا مصر 2030 على مستقبل الصناعة عامة في مصر حضرتك مشغول طبعا بصناعة المراكب في عزبة البرج تمام تاريخها ايه وممكن توصل لإيه قدام من وجهة نظرك هو زي ما قلت لحضرتك ان طبعا عزبة برج بتتميز بتصنيع السفن ودي حاجه اصلا مهنه قديمه جدا جدا وفيها ميناء يعني كبيره بتصنع سفن الصيد تمام والاخوت السياحيه ودي زي ما قلت لحضرتك مهنه من زمان ده بيصنعوا طبعا من زمان جدا ودي مهنه اساسيه لعزبة البرج بتاعت البرج وطبعا يعني المدينه فيها صفات كتير جدا لمكانها الجغرافي خد حضرتك والمهنه دي لها مستقبل كبير يعني ما مستقبلها كبير جدا هل عندنا عماله مهره لسه صغيره ممكن تتعلم وتكبر وتكمل المهنه ولا انت شايف انها ممكن تنقرض في يوم من الايام لا 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 المهنه دي صعبه تنقرض ليه لان اصلا هي مهنه قديمه والمدينه بتعتمد على الصناعه دي تحديدا دي من اكبر الصناعات يعني على مستوى الجمهوريه تعتبر من اكبر المواني لتصنيع السفن السفن البحريه السفن البحريه طبعا وده بكل انواعها طبعا يعني انتوا ايه اللي بتتصنع بالظبط يعني السفن بكل انواعها السفن اللي هي يعني نقول الصيد تمام اليخوت يعني احنا بنعمل اليخوت بتسافر بره اوروبا فعلا وبتتصدر على طول يعني بتتعمل هنا في عزبة البرج وتتكل على الله تتصدر طبعا ودي حاجه اصلا معروفه عن مدينه البرج من سنين يعني مش من حاجه قريبه يعني ويعني في مهاره عاليه في موضوع تصنيع السفن في المدينه يعني ازاي بقى ليه لانها متوارثه ابا عن طبعا وراثه ابا عن جد يعني حضرتك والدك كان بيشتغل في مهنه وراثيه جدي واجدادنا كلهم اكيد طيب هل عدد المراكب اللي بتتصنع قل خلال الخمس سنين او ست سنين اللي فاتوا ولا ابتدى يزيد مع ما فيش حاجه قلت بالعكس الدنيا كلها ماشيه الحمد لله وبعدين هو يمثل 60% على مستوى الجمهوريه في أسبورك التصنيع تصنيع 60% طبعا في تقريبا كم عامل انا عارف ان صعب يعني تقول لي بالتقريب بس يعني ما نقدرش نحصرها بس العماله كبيره جدا تحديدا في الصناعه دي هنا في مدينه أسبورك في عزبه البرج وبرضه كلها متوارثه ابا عن جد ولا في شباب صغير بيبتدي يدخل المصنع في طبعا شباب بدا ان هو يدخل يتعلم المهنه تمام لان طبعا هي مهنه كويسه جدا وشرف لاي حد ان هو يشتغل في صناعه السفن يعني او اكيد اكيد هل معلش هل المبيعات قلت ولا زادت ولا هي ماشيه بنفس الريتم بقى لها فتره طويله ده ممكن نقول ماشيه بنفس الريتم بس هي ان شاء الله اكيد في الايام الجايه في يعني تقدم اكتر في موضوع يعني ممكن نقول في تكنولوجيا اكتر اخد بالك في التصنيع زي ما حضرتك بقى في شباب بدا ان هو يدخل في المجال في مجال تصنيع السفن تمام ودي حاجه اصلا زي قلت حضرتك دي وراثه يعني دي مهنه اساسيه للبلد بس هل طريقه البناء اتغيرت من قول من 10 15 سنه لغايه دلوقتي ولا احنا لسه شغالين بنفس المنوال ولا في تكنولوجيا جديده دخلت في مجال الصناعه نفسه لا طبعا في تكنولوجيا في تطور زي ايه بقى النهارده طبعا بيشتغل بنقول مثلا بشكل هندسي بدراسه هندسيه خد بالك في تطور طبعا كل يوم تطور بيحصل في تكنولوجيا وده ما بيأثرش على العمال القدام لا طبعا ما بيأثرش يعني كله بيتماشى مع العصر
ومعظم العماله ناس متعلمه ومعاها شهادات، ولكن هي كمهنه ابا عن جد يعني بيروح ممكن يبقى بيشتغل حاجه بره ويرجع يكمل. يعني انت شايف المستقبل بالنسبه لمهنه صناعه السفن في مصر بالذات هنا في محافظه دمياط هيقل ولا هيزيد ولا هيفضل زي ما هو؟ لا ان شاء الله في تقدم وفي زياده باذن الله ان شاء الله، لان بلدنا اصلا بلد اجمل بلد في الدنيا، ولازم كل انسان يشتغل باجتهاد وبضمير، ولازم نفتخر ان احنا اصلا من المكان ده. فكرنا نعمل البلدنا علشان بنحبها، فكر معانا عشان نفيدها ونشرف اسمها، ايدك في ايدي ويلا بينا عايزين نثبت لها ان الامل دلوقتي فينا. صديقي مشاهد القناة الثانية، النهاردة كنا في محافظة دمياط في عزبة البرج بنتكلم على صناعة من أهم الصناعات اللي كانت موجودة في مصر وما زالت موجودة. هل مستقبلها كبير؟ ده كل الناس أكدته عندنا. هل محتاجة شوية دعم؟ آه مظبوط، ولكن ممكن تكون من أهم الصناعات التصديرية في مصر في الفترة القادمة. يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهاردة من مصر 2030.